السيد حمزة. سيد حمزة، كيف ترى هذه الزيارة أو كيف تقرأ هذه الزيارة التركية إلى تونس؟ استراتيجية، زيارة استراتيجية بكل ما للكلمة من معنى، ليست عادية على الإطلاق بالمظهر وبالصورة وبالمضمون. يعني بالمظهر بداية كانت زيارة مفاجئة، لم يكن معلن عنها في الإعلام قبلها، لم يعلن عن الزيارة حتى وصل الرئيس أردوغان إلى القصر الرئاسي في تونس حتى. هذه في المضمون، أي بالصورة. بالصورة أيضا الاستقبال الكبير والحافل من قبل تونس والرئيس التونسي للرئيس أردوغان. يعني الرئيس التونسي استقبل الرئيس أردوغان على درج الطائرة. هذه لفتة وإشارة لمتانة العلاقات بين البلدين. الهدف الرئيسي لهذه الزيارة بطبيعة الحال تعزيز العلاقات الثنائية بين أنقرة وتونس، هذه نقطة. والنقطة الثانية والأهم التي تشغل الرأي العام العالمي وليس فقط العربي، قضية ليبيا. طبعا قضية ليبيا كانت على أو في أول الملفات التي تم بحثها بين الرئيسين التركي والتونسي. وطبعا تركيا تسعى لدعم تونسي ولتأييد تونسي للاتفاقية التي أبرمت بين أنقرة وطرابلس، وهذا ما حصل فعلا اليوم. طيب خليني أرجع للأستاذ الأمين. سيد الأمين، السيد أردوغان بيقول سيكون لتونس إسهامات قيمة وبناءة في تحقيق الاستقرار بليبيا، وهذا الخبر موجود وهذا ما ذكره بالفيديو السيد رجب طيب أردوغان. نسمعه كده ماذا قال عن دور تونس المنتظر في القضية الليبية. هو بيقول إسهامات قيمة وبناءة في تحقيق الاستقرار بليبيا. وده يخليني أسأل حضرتك سيد أمين، يعني الحدود الليبية التونسية ليست حدود طويلة يعني عريضة كما الحدود مع مصر وكما الحدود مع الجزائر مثلا، يعني قصدي حدود هي حدود في الآخر محدودة. أيضا تونس لا زالت تقوم بعملية بناء الأوضاع الداخلية. هل تونس فعلا تستطيع أن تلعب دور في قضية شائكة زي موضوع ليبيا؟ هو أخي ناصر، يعني الحديث عن يعني العلاقة بين تونس وليبيا لا تتحدد بالكيلومترات، بل ربما ننطلق من مسائل أخرى أكثر. أنه حتى في فترات التوتر، يعني مثلا في منتصف الثمانينات يعني بين بورقيبة ويعني القذافي، الحدود لم تكن تغلق. عندما تعرف أن مئات الألقاب من العوائل في تونس هي نفسها الألقاب يعني في ليبيا، هذا يعني فقط تعرف أن يعني ما يجري في ليبيا شأن داخلي تونسي. في التاريخ القديم منذ قرطاج والرومان وبيزنطة والفترة العربية الإسلامية، الخارطة كانت من بجاية حتى يعني حتى منطقة يعني مصراتة والشرق البنتابوليس فترة القديمة، بعد ذلك أصبح يعني برقة وبنغازي وكذا، كان أكثر يعني نحو يعني العلاقات مع مصر. الجنوب دوما كان في علاقة يعني استقلالية وشيء من هذا القبيل. ما أريد أن أقول أن العلاقة بين تونس وليبيا يعني بعمق التاريخ أكثر من أن تونس بلد صغير أو كيلومترات أو شيء يعني من هذا القبيل. لا يمكن الحديث عن استقرار في تونس دون الحديث عن استقرار في ليبيا، وبالتالي مسألة العلاقة أو يعني الحضور التونسي في ليبيا أكثر منه مسائل صراع هذه قوى ومحاور لا، الأمر أن الناس في ليبيا وتونس، الجنوب التونسي وارتباطه بليبيا والليبيون كلهم وارتباطهم يعني خدماتهم في تونس تجعل الشأن الليبي شأنا تونسيا أيضا. تمام، خليك معايا سيد أمين بعد إذنك أروح للسيد حمزة تاني. سيد حمزة، العالم كله يعني العالم العربي يعني الغالبية فيه يعني حبت أو وقعت في هوى قيس بن سعيد، ويعني لكن النهاردة في خبر عضو البرلمان المصري علاء عابد وواحد من جزارين السيسي يقول مصر تجدد دعمها الكامل لتونس ومؤسستها، والتقى في بعثة التقى مع الرئيس التونسي. أهو علاء عابد ده واحد من جزارين عبد الفتاح السيسي، جلادين عبد الفتاح، جلادين وفي مستوى التشريع وجلاد لانه كان ضابط شرطه اصلا مسؤول عن التعذيب. والخبر بيقول قال النائب علاء عابد عضو البرلمان العربي رئيس لجنه حقوق الانسان مجلس النواب ان الشعبين كذا. واضاف عابد خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد بوفد البرلمان برسمي مشعل بن فهم السلمي بخاصه ان مصر وتونس بينهم علاقات. هل هناك
محاولة من النظام المصري للالتفاف على المحور القائم الآن دلوقتي النهاردة التونسي التركي؟ طبعا اليوم النظام المصري لا يحاول فقط للالتفاف على هذه النقطة، بل يحاول أن يضرب قضية الاتفاق من أصله بين أنقرة وطرابلس. يعني يحاول اليوم أن يقول للعالم وللمنظمات الدولية وللأمم المتحدة من خلال تصريحاته الخارجية ورئيس النظام المصري وبعض النواب أن هذه الاتفاقية غير شرعية أصلا، ويحاول أن يقول أن تركيا اليوم تدعم جهة في الداخل الليبي هي غير شرعية، يقصد حكومة الوفاق الوطني. علما أن النظام المصري اليوم لماذا هو منزعج من قضية الاتفاقية الليبية التركية والآن مع تونس، يعني تونس الآن أصبحت في هذه الخانة، خانة ليبيا وتركيا، لأن الأمن القومي التونسي محفوظ. طالما أن ليبيا موحدة وأن ليبيا آمنة فالأمن القومي التونسي محفوظ. في هذا الوضع المتأزم في ليبيا الخطر على تونس قائم. من يحل هذه القضية الآن القائمة في ليبيا هي تركيا، الدعم التركي لحكومة الوفاق سياسيا الآن المحاولة الأخيرة في الشق السياسي، في حال فشلت سوف تكون حكومة الوفاق وتركيا مضطرتان للعمل العسكري. فالنظام المصري منزعج من هذه الاتفاقية ومن هذه التحالفات لأسباب عديدة. السبب الأول يعني هو حليف إسرائيل، الاحتلال الإسرائيلي، وإسرائيل خسرت كثيرا من هذه الاتفاقية في البحر، الغاز والنفط أقصد. وأيضا هذه الاتفاقية فضحت أن النظام المصري الحالي القائم تخلى عن جزء كبير من ثروات الشعب المصري لصالح اليونان ولصالح قبرص اليونانية. لماذا تخلى عن هذه المساحات الشاسعة في البحر الأبيض المتوسط نكاية في تركيا؟ ليس فقط نكاية، طبعا نكاية في تركيا، والأمر الآخر كي ترضى عنه هذه الأنظمة الأوروبية طبعاً. كي تبقى يعني هو يقدم القربان على حساب الشعب المصري. لذلك نراه الآن منزعج. هذه الاتفاقية يا أستاذ الكريم أعادت لمصر حدود بحرية واسعة ألاف الكيلومترات، وبالتالي الاتفاقية لصالح الشعب المصري، لذلك يحاربها مزبوط. اليوم النظام. طيب أروح للأستاذ سيد محمد فؤاد المحلل السياسي الليبي. خبر لدينا بيقول أن المسماري لن نقبل بجندي وأجنبي واحد، وليبيا ليست قطر المحتلة.